بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بجزيل الشكر لسيغاغام.نت على تواجد هذا الموقع الدائم في مختلف التظاهرات الثقافية. هذه مناسبة أيضا لأقول بأن الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي وفي إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية نظم المسابقات والإقصائيات النهائية لمجموعة من المراكز التي حصلت على الرتبة الأولى في المسابقة الثقافية المحلية، وكانت فرصة بطبيعة الحال أولا لترسيخ ثقافة التواصل بين مختلف المؤسسات، وفرصة أيضا من أجل الانفتاح المتعلمين على المحيط الثقافي. وبهذه المناسبة أتمنى إن شاء الله أن تعمم هذه المسابقات في مختلف المراكز المتواجدة بالإقليم، وهذا هو البرنامج الذي سطرناه إن شاء الله على المدى المتوسط. وطبيعة أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لجميع المؤسسات المحتضنة للمسابقات الثقافية سواء كانت محلية أو كانت على مستوى الإقليم، وأخص بالذكر هنا مدير مركز تكوين المعلمين الذي استقبلنا في هذه المؤسسة، وطبيعة الحال تمكن المتعلمون والمتعلمات من الانخراط بشكل تلقائي وعفوي في مختلف الأنشطة الثقافية والأنشطة الترفيهية في المؤسسة. إذن أشكر أيضا جميع المديرين وجميع المدرسين والمدرسات الذين احتضنوا هذه اللقاءات وتمكنوا أو ساهموا بشكل مسؤول في إنجاح هذه التظاهرة. شكرا لسيغاغام.نت وأتمنى لها التوفيق إن شاء الله في مسيرها. اليوم نعيش نهائية الإقصائيات التي نظمها فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي بنيابة الناظور، والتي نظمت على 4 محاور كبيرة ضمت عددا من المؤسسات التعليمية. وكانت الإقصائيات في هذه المحاور، واليوم نعيش نهايتها، وهي تنبني على ثقافة الحوار وكذلك على التنمية. وبالمناسبة أحيي كل رجال ونساء التعليم والسيدات والسادة المديرين وفرع الجمعية الذين ساهموا بفعالية في إنجاح هذه التظاهرة، والتي ستعطي للتلاميذ لا محالة انطلاقة كبيرة للتحضير للامتحانات نهاية السنة، وكذلك لتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع وفي تنظيم هذه الأنشطة الموازية، لأنه لا يجب أن نركز فقط على التعلمات داخل الأقسام، ولكن يجب أيضا أن نركز على تنشئة التلاميذ تنشئة على المواطنة وعلى تنمية بلدهم. وشكرا.